أبو سهلة حياك الله الوالدة، طبعا الأخت فاطمة والأخت آمنة ياسين مستمتعين. شو الأجواء عندكم؟ الله حيكم الله حيكم. أوه سريع عند الشلالات هذا، فضل من الله عز وجل. والله تستاهل كل خير يا أبو عمر، تستاهل كل خير. إن شاء الله تستانسون وجالسة سعيدة يا رب. الأجواء بشار ترى حي شعبي بمنطقة هناك مطيعم ونشدق دك اكل دك، لان المنطقه مسيحيه ومسلمين ومتمشي حي شعب. انا بالبوسنه بشهاب من ارجع ان شاء الله حفالك طيب، بشوف لك هنا. شقيت الشلال يا حي. ان شاء الله الوالده وش حالك بخير؟ شوف اللي وثق الله. اشتقنا لو كنت وياه كون استمتعنا اكثر. يلا ان شاء الله المره الجايه هذه سيارتنا متجرن لون حمراء وديك شماعة وخدوي. احمدو اغلق نفس السيارة اللي انت تقول عنها. خطيرنا، ما ادري اذا هي بورمينا مورك مودي، ما ادري. مو ما شاء الله انت عندكم مطر، لان الجو حلو. ماشي مطر بس ما شاء الله البرودة مرة. أنا بحيرة كبيرة وهاي الطواحين.